عبر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قائد الفريق الملكي للقدرة، عبر عن اعتزازه بما حققه الفريق الملكي للقدرة في سباق كاستل سيغراد الفرنسي، مشيدا سموه بالمستويات الكبيرة التي قدمها فرسان الفريق، مؤكدا أن تحقيق الفريق الملكي للمركز الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس في سباق كاستل سيغراد بفرنسا يؤكد المستويات الكبيرة التي بات يحققها الفريق الملكي في مختلف البطولات التي يشارك فيها. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بمواصلة الفريق الملكي للقدرة تحقيق النتائج الإيجابية المشرفة خلال مشاركاته في فرنسا، وذلك بعد أن استطاع فرسان الفريق تحقيق المراكز الأولى في سباق كاستل سيغراد بفرنسا، والذي يعتبر من أقوى وأصعب السباقات في أوروبا نظرا لطبيعة الأرض ومساراته الوعرة وانحداراته ومرتفعاته، مهنئا سموه الفرسان وأعضاء الجهازين الفني والإداري وكافة أعضاء الفريق بالإنجاز الذي تحقق خلال المشاركة الخارجية بفرنسا. وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: إن الفريق الملكي للقدرة ظهر بروح الفريق الواحد خلال سباق كاستل سيغراد بفرنسا، والذي شهد مشاركة واسعة من قبل نخبة من فرسان العالم، الأمر الذي أهل فرسان الفريق للظهور بمستوى رائع ومتميز وتحقيق المراكز الأولى في السباق رغم صعوبة وقوة السباق الذي شهد منافسة قوية بين الفرسان المشاركين وطبيعته الوعرة، إلا أن الروح التنافسية العالية والإصرار والعزيمة الكبيرتين توجت مجهود الفريق بالانتصار. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفريق الملكي للقدرة استطاع تحقيق نتائج تعكس مدى العمل والجهد الكبير الذي بذله أعضاء الفريق طوال الفترة الماضية، الأمر الذي أسهم في تعزيز سجل النتائج والإنجازات الخارجية التي شرفت الفريق، ما يعكس المستوى المتميز الذي وصلت له القدرة الملكية، ويبين المكانة العالية التي باتت تتبوأها المملكة في سباقات القدرة، مشيدا سموه بجهود الجهازين الإداري والفني والفرسان وكافة أعضاء الفريق الذين سخروا كافة جهودهم وإمكاناتهم لرفع علم المملكة عاليا في أبرز التجمعات والمحافل الرياضية العالمية. وأكد سموه عزم الفريق الملكي للقدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات المشرفة، وذلك خلال مشاركاته الخارجية المقبلة من خلال السير على الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للفريق التي ستسهم في وصول الفرسان إلى الجاهزية التامة في أهم المحافل والبطولات الخارجية، مشيرا سموه إلى أن الفريق يسعى لتحقيق أفضل الإنجازات لترسيخ موقع ومكانة المملكة على خارطة رياضة القدرة العالمية. وتابع سموه أن مشاركة الفريق في سباق كاستل سيغراد بفرنسا هي في طريق الإعداد والتحضير للمشاركة في بطولة العالم للقدرة والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقامت اللجنة المنظمة بعد نهاية السباق بتتويج الفرسان الفائزين في المراكز الأولى، وهم المركز الأول الفرنسي جان فيليب، والمركز الثاني رائد محمود، والمركز الثالث الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والمركز الرابع الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، والمركز الخامس سلمان عيسى، والمركز السادس هود بوتشيري.